الله. وأختم بهذا الحديث العظيم الذي والله لو لم يرد غيره لكان أعظم باعث للمؤمن الموفق على مجاهدة نفسه على حسن الخلق والإحسان إلى الخلق. روى الطبراني وابن أبي الدنيا بسند حسن وقد حسنه الألباني وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: أحب الناس إلى الله. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ولا يقول الكلام جزافا أو لا يحسب له حسابا، جاء به بصيغة التفضيل. هذا أحب الخلق إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكمل الناس إيمانا، وأحسنهم إسلاما، وأرفعهم مقاما. من هو يا ترى؟ أحب الناس إلى الله، أنفعهم للناس. وانظر التأكيد هنا، لم يقل أنفعهم للمسلمين أو للقريبين، أنفعهم للناس. سبحان الله، أنفعهم للناس بماذا؟ بكل نفع ممكن، سواء أكان نفعا بالتعليم والإرشاد وهداية الناس إلى الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، هذا أيضا من أعظم النفع وأجله. ولأجله جعل الله عز وجل العلماء أفضل الأمة بعد الأنبياء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، على العابد ليس على العاصي أو الكافر، على العابد المنقطع للعبادة. وفي الرواية الأخرى: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إنه الفرق بين أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وأدنى رجل في هذه الأمة. في كل صلاة نصليها: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو أنفعهم للناس بجاهه ومكانته وشفاعته الحسنة لهؤلاء الخلق، أو أنفعهم للناس بمشاعره ومواساته لهم ومعايشته لآلامهم وآمالهم والسعي في تفريج كرباتهم، إما بنفسه أو بالسعي لدى الآخرين ممن يستطيع الوصول إليهم. هذا أحب الخلق إلى الله، إنه أنفعهم للناس. ثم يقول مؤكدا هذا وضاربا بعض الأمثلة المهمة لنفع الناس، قال: وأحب الأعمال إلى الله. انظر أيضا بصيغة التفضيل، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تسد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد المدينة، شهرا. يا لله العجب، سعيك مع أخيك المسلم لقضاء حاجته، سواء قضيت هذه الحاجة على يدك أو لم تقضى، المهم أنك بذلت جهدك وحاولت، ولو لم يستغرق منك هذا سوى دقائق معدودات. أحب إلى الله وأزكى عنده وأعظم أجراً وأثقل في الميزان من الاعتكاف شهراً كاملاً في المسجد النبوي الذي تضاعف فيه الصلاة بألف صلاة. ثم يقول في آخر الحديث: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام.